من بعد ما استمعنا لأغنية طريق النحل العودة لنتابع من صوت الشعب ومن برنامج حوار فاتن حوارنا مع ريما الرحباني، ليه اخترتي طريق النحل دونا عن سواها من أرشيف الأغنيات الكبير لفيروز أو لغيرها؟ طريق النحل هي أول غنية انغرمت فيها أنا وصغيرة. كان عندي حب فظيع لها، ما بعرف شو، لا بدك اكيد شايفتك بدك تساليني ليش ليه طريق النحل يعني؟ إيه ما بعرف، جد ما بعرف، هل هن النحل او الموسيقى او فكره ان ما بعرف، وبعدك يعني ما لهلا عندي بتحبيها؟ جواب. بعدك لهلا بتحبيها نفس الحب اللي كنت هيك معلقة فيه انت وصغيرة؟ ايه اكيد. وشو تاني اغنية هيك بتخطر على بالك؟ شاويش الكراكون يمكن ليش هي ليش شاويش الكراكون شو فيه؟ كمان، لأنه من إحدى يعني إلها شي بذكرتي بالطفولة، شو يعني بتذكرك بالطفولة؟ ما بعرف، يعني من الأشياء اللي حفظتها، يعني أول الأشياء اللي حفظتها كان بيي، يعني لدرجة يعني رح يسميني شاويش الكراكون، إنه صرت مسؤولة أنا عن الغنية. بينك وبين حالك هيك بتكرر الأغاني قبل ما تنامي لأنك معودة إنك تسمعيهم كتير لا ولا لا؟ لا لا، أنت وطفلة طيب؟ كنت حافظة كل شيء يعني، وأوقات في إشي حافظتها غلط، يعني بتعرفي لأنه الولد ما بيكون فهمين كل المعاني، يعني بتحفظيهم على السمع كيف سمعتيهم. إيه طب ريما الرحباني أكيد في ناس حتقول إنه ليش ريما هلأ عم تحكي؟ كان عندك خوف من الصحافة ولا عندك خجل من الصحافة؟ لا تجرين المقابلات على الإطلاق، يعني في المقابلة اللي بالحياة اللي ما صار لأسبوعين إجمالا ونحن بالآخر يعني قدرنا نقنعك أنه تجري الحوار، ليش ما بدك تطلعي على الصحافة؟ ما بحب، يعني ما بحس حالي بهالشي، يعني في ناس يمكن بيتقنوا الحكي أو بحبوا الحكي، أنا ما يعني ما بعرف خلقه هيك، إنه خجل يعني؟ أكيد في خجل وأوقات يعني يمكن كمان بتحسي هاي المسؤولية بترجع، يعني بتحسي حالك مسؤولة عن كل كلمة، عم إنه مش عم بتعبي وقت، عم بتقولي شي مسؤولة عن هالشي اللي عم تقوليه، في خجل وفي يعني في شي من العلاقة مع المجتمع، يمكن مش انه الصحافة بالتحديد، انا ماني ناجحة بهالشي، يعني ما بحب الاشياء الاجتماعية والمسايرة والحكي وبعدين في قناعة انه اجمالا شو بدك تحكي، يعني اشياء شخصية ما بتعني حدا، انا برأيي هذا اكيد، يعني نعم إيه شي عن عمل، طب ما العمل إذا أنت مضطرة تحكي عنه معناتها ما وصل، يعني في خلل، إنه برأيي العمل أهم من الحكي، أي عمل يعني بغض النظر عن شو هو، أي شي بتعمليه بالنسبة إلي أنا هو يعني بوصل أفكاري أو كيف أنا بشوف الأشياء، نظرتي بوصله أكتر مما أقعد أين أنا أحكي عنه أو أشرحه أو فسره أو شو بدك، إنه شو بدك تقولي بالحكي؟ في يعني هاي العلاقة هيك بحسها غلط. بس من فترة أصدرت بيان إيه؟ ونزل بوسائل الإعلام وببعض وسائل الإعلام ما نزل، المهم كان البيان شديد اللهجة إلى حد ما، يعني بعد ما كانت ريما بعيدة عن الإعلام فجأة صدر عن ريما الرحباني بيان شديد اللهجة إلى حد ما، عرفتي عن أي بيان عم نحكي؟ في بيانين صدروا، عن أي عم تحكي؟ انت قليل البيانين لا شو بدي لك، مش حافظتهم، بدي أقول لك فحوى. لا شو بدنا هلأ نقول، البيانين صدروا البيانين لسبب إنه في شيء ما عاد ينسكت عنه، يعني أوقات كمان إنه صار في ناس عم تستغل هالصمت، مثل ما في كتير إشاعات بتطلع حول فيروز لأنه عارفين إنه فيروز مش ما رح رح ترد. تحكي وما رح ترد، صار في استغلال لهالشي، وبمطرح صار شي خطير لأنه بتحسي إنه في مخطط، يعني ما عادت هيك وليدة الصدفة، أو ما عدت تحسيها وليدة الصدفة، يعني لما نصير
في تطاول وفي مخططة الأشياء، يعني بتنزل دايما بتروح بتغيب وبترجع بتغيب وبترجع، إنه بتحس إنه مضطرة يعني توضعي حد لهالشي. عم نحكي طبعا عن يعني مش منه من إنه كتير مبسوطة إني أصدرت البيان، يعني إنه الأشياء جرتني لأعمل هيك. بس كمان بمحل تاني، يعني بمقابلة الحياة، بعرف إنه ما بدك تحكي عنها بس مضطرة أسألك، إنه بمحل قلتي إنه سأمنع إلى حد ما، لجيب الكلام تحديدا، قلتي لن أسمح بتمرير أي خطأ وأي إشاعة بدءا من تاريخ إجراء مقابلة الحياة، وإنك بتملكي الكثير من الحقائق السرية والنائمة. إيه شو اللي رح يخليكي بيوم من الأيام أنك تكشفي هالحقائق السرية والنائمة؟ إذا ما وقف هالمسلسل أو هالمخطط بدي أضطر أكشف، يعني بس مش يعني أنا بموقع دفاع، عرفتي؟ يعني في إنه شيء ما بينسكت عنه. يعني تنحكي عن عاصر رحباني، عاصر رحباني غيب، نعم، إنه يعني معقول إنه ما أقول شيء؟ بتتوقعي إنه طبيعي؟ عم نحكي عن إدراج منصور الرحباني بالمنهاج التربوي، وبالتالي إيه؟ عن هالقصة تحديدا. إيه؟ مش عم نحكي، أنت سألتيني. أنا اللي إيه؟ سألتك طبعا. هون كان لاحظت انه غيب، كنت اضطريت انك تردي بهداك الوقت، وهلا التهديد اذا بده يدل في تغييب لعاصر رحباني رح يا تضطري. عمي مش تهديد، مش تهديد. هلا اذا كمان يا حومة، ان اذا الانسان حكي كلمة بده يقولوا شيء، ما هددت، انا مش عم هدد، عم بحكي. اذا الكلمة صارت تعتبر تهديد، انه مطالبة بالحق تهديد، فليكن، بس هي منا تهديد، هي عم طالب بحق إنسان لو كان موجود كنت رح أقعد على جنب، ما كنت رح يعني ما كان حدا رح يسمع صوتي. بس هلأ لأنه مرة طلعت وحكي، يعني إنه أنا، طيب ما حدا سأل بالقلب إنه هالإنسانة 23 سنة ما حدا سمع عنها شي، هلأ ليش طلعت هيك قالت؟ معناتها في شي خليني أطلع أقول هيك، في سبب وجيه إنه ليه ما منقلبها يعني. بس لما تقولي عاصي صار انه مدري شو عم تعملي، عم تعملي جريمة يعني. وقاموا هالدنيا وما عادت قعدت، يعني انه ما عاد حدا انه مدري شو عم بصير وعم تفصل وتعمل وتشيل. ليه ممنوع نقول عاصي؟ شو قولك؟ ما بعرف انت شو قولك. انت برأيك انه ممنوع ينقال عاصي؟ يعني بذكر عاصي، هلا في وقايع، اذا بدك خليني ارجع هون بدي اضطر شوف ورق يعني لحتى نكون دقيقين. تفضلي. في مجله تربويه صدرت بأدار، نعم، بتحمل قرار وزاري، نعم، حرفيا صادر ب 12/2/2009، نعم، يعني 12 شباط 2009، يتعلق بتشكيل لجنة لتخليد فن وأدب الرحابنة، الفراعنة يعني، من إن الرحابنة في المناهج التربوية. تشكل لجنة لتخليد فن وأدب منصور الرحباني والعائلة الرحبانية في المناهج والأنشطة التربوية، وليست أسامي اللجنة، نعم، عدا عن إنه يعني ما في لزوم قال لك انه نحن مش ممثلين باللجنة، في شي 15 اسم. ويعدل هذا القرار الوزاري بتاريخ 24/2/2009 لادخال بعض الاسامي اللي اول مرة ما صار لهم يدخلوها، وهو الاسامي اللي طبعا بكل عرس لهم قرص. وبس وراحت القصة. هلا أنا ما بطلع يعني، ما شفت هالشي وغيبت عنه بنفس الوقت. بالصدفة بتاريخ 16 أيار توصلني المجلة التربوية بالصدفة عشية، نعم، ف يعني
انه ما بعرف اذا لازم واحد يروي كل الاحداث، انه المهم لا يفضل انك تروي كل الاحداث لانه في ناس ما عندها علم بشو عم بيصير. انا ما طلعت دغري على المجله، وصلتني ب 16 يعني، بس انه اول شيء شفته انه طلعت هالمجله. طب كيف طلعت وانتم ما لكم علاقه؟ علم يعني نهائيا. وبالاعلام بشباط روج على انه في شيء عم يشكل لتخليد الاخوين، فلا اخذت ولا عطيت. انا التنين اطلعت، عم بطلع على المجال، واذ بكتشف تنين يعني اللي كان بتاريخ 18 الشهر، بكتشف هالشي اللي هلا قريت لك اياه. نعم. طيب انه معقول انه هذا شيء ما بينسكت عنه؟ صحيح. انه من شباط لايار لايار سقط سهوا، كيف؟ ما حدا يعني من كل هالدكاترة والوزراء والأساتذة والمندوبين وما بعرف مين إني، ما حدا اشتلق إنه ما فيش اسم عاصي الرحباني وصادر ومطبوع وصلحوا للقرار بعد 12 يوم من صدور الأولاني، مش تيدخلوا عاصي الرحباني لحتى يزيدوا أسامي ناس كانوا ناسينه. طيب انه ما بعرف انه بس ما بينسكت عن هالشي، فمن هيك اصدرت هذا البيان ب 19 الشهر اللي رفضوا ينشروا لي، واللي ما بعرف كيف انا وديته على الوكالة الوطنية كيف وصل لغير مطرح، والوكالة الوطنية ما عاد يتلاقى فيها لا مسؤول ولا اداري ولا سكرتيرة ولا حدا، ما عاد حدا يرد، وصار انه مش عم يوصل البيان وما بنعرف وما في حدا هون، اختفوا كلهم يعني. لا قضيت النهار على الاتصالات، لا قدرت نزله بكم موقع. مين اللي نزله؟ مين وسائل الاعلام؟ بتتذكري وسائل الاعلام اللي نزلته للبيان؟ ايه اكيد وما بنسى. فينا نقول فينا كلهم؟ لا بس بتذكر انه اول حدا نزله التيار. تيار الوطني الحر يعني؟ ايه. على الموقع tayar.ar. نعم. والوكالة الوطنية ما نزلته على الإطلاق؟ نزلته بعد ما نزلوا، لما قالوا التيار إنه عم ينرفض ينزل غير مطرح. أنا وديته على بكرة. طب لحقتي ليش ما نزل مثلا على الوكالة؟ إنه خبر بالإنجليزي. إيه بقى أكيد بعرف ليش ما نزل. بتعرفي الأسباب؟ إيه. وبتكتفي بإنك بتعرفي الأسباب وما بدك تعلمي؟ بهاللحظات بكتفي. بس عرفتي شو السبب؟ أكيد عرفت. ومن بعدها يعني تم تصليح الموضوع بالنسبة لهالمجلة؟ ايه بزيت النهار. هلا لك الصدف، بزيت النهار تصلح هالشي. انه كيف تصلح؟ ادخلوا اسم الكبير عاصي اللي حطوا لي كبير لاسكت يعني. يعني هي مش الفكرة هيك، انه اول شيء كيف سقط اسم عاصي من الاخوين، وكيف استبدلوا الاخوين بالرحابني. نعم. لا يعني معلش، انه الاخوين شيء ما له علاقه بالرحابني ابدا. يعني هي شو هي قبيله او غساسنه او فراعنه او شو هن هول الرحابنه؟ يعني في اخوين رحباني وفيروز، نقطه على السطر، هيدي هي الظاهره، هيدي اللي عرفت فيما بعد بانها ظاهره، ومش ظاهره بلحظتها، ظاهره مع مر الزمن. يعني ما في شيء بيصير ظاهرة بذات اللحظة إلا في شيء سماوي ظاهرة عليه يعني. نعم. ما في. فكيف هالخلط يعني؟ شو المقصود منه؟ طب رجعتي تبعت الموضوع ريما الرحباني بكل تفاصيله؟ طبعا تبعته. مؤخرا اكتشفت. نعم. انه على الانترنت لما بدك تفتشي عن الموضوع، هيدا الموضوع بالذات البيان اللي انا بعتته مختفي، يعني كل المواقع الالكترونيه اللي نقلته فيما مضى اختفت، بس هيدا الموضوع يعني. لا بتلاقي اشياء اخرى بس هيدا الموضوع بالذات اختفى. كيف؟ ما بعرف. فينا نعمل حزوره اذا بدك للمستمعين. بدك؟ ايه. وشو الجائزه؟ البيان اخر. طب هو وقتها قيل كمان انه لا، وريما عم بتفوت بديباجي واساسا مدرج اسم الاخوين لا لا لا، اي اساسا؟ ما معي المجله التربويه، شو اساسا
برجع بقلك لو ما صدر البيان كانت هيك راحت، يمكن 3 سنين و4 سنين و10 سنين. يعني اللي ما اشتلق اول، يعني عم اقول لك عم تطبعي شيء معقول ما تشتلقي؟ يعني قرار وزاري هذا يا عمي، ما حدا قريه كيف؟ طيب ولما انا ماشي معك سقط سهوا، شو جاب الرحابني؟ واحد اثنين، تاني مرة لما عدلوه ضلوا ساقط سهوا، معناتها كان رح يضلوا ساقط سهوا. فليش هالقد استنفروا وما زال هن نيتهم طيبة؟ ليش ما شكروني انه لاحظت هالغلط اللي سقط سهوا؟ ما حدا شكرك لانك ايه. لاحظتي ولا حدا شكرك؟ كيف بده يشكرني عشو؟ انه بالنهايه الاخوين فعلا لا يمس بهما، مثل ما كتار عم بيقولوا وعم يرفعوا الصوت وعلى طول عم بيقولوا ما حدا يقول. ايه ما طلعت، بس انا يعني انا جايه افصل هالاخوين عن بعضهم. الله وكيلك. انت بدك تفصليهم ولا بدك تخليهم مع بعض؟ هلا نحن ضعنا، هلا صارت حزوره، طلعتي انت ما بدك تفصليهم ولا عم تفصليهم؟ كيف بدي افصلهم؟ انا ما بدي بكلامك افصلهم. انت ما بدك لا تفصليهم. ايه طبعا طبعا ما بينفصلوا الأخوين، ارتضوا أن يكونوا أخوين. الأخوين وفيروز، هاي هي الظاهرة. هلأ ما بعرف ليش من وقت ما مات عاصي صار في هيك تركيز على أنه أنه بركي بنقرأ شعر الأخوين، أو أنه هي مش شعر. يعني الأخوين كان فيهم هن يعملوا هالشي لو هن هيك رايدين، يعني كان هن قريوا شعر، أصواتهم يعني أحلى من اللي عم يقروا الشعر فيما بعد. فمش هي مش هيك، هي الظاهرة شعر ولحن وصوت وما بينفصلوا عن بعضهم. هلا بدك تشوفي مين عم يفصلهم. مين عم يفصلهم ريما؟ حزورة تانية للمشاهد للمستمعين. حزورة تانية؟ ايه شو بقى يعني، خلص انه عم اقول انا قلت اللي بدي اقوله وهيدا البين. تحبي تقري لهم ايه اللي اختفى؟ اكيد اكيد. وتقولي لي وين الاساءه فيه. هلا منشوف. ريما رحباني احتجت على تغييب عاصي من مرسوم وزاره التربيه. جاءنا من السيده ريما رحباني بيان حمل عنوان الله يرحم منصور والله يرحم عاصي ويرحم الاخوين. جاء فيه: لما توفى عاصي تقرر أن يتسمى شارع على اسمه تخليدا لذكراه. احتج منصور وطالب بتعديل القرار على أساس الأخوين ما بيتجزأوا، رغم أنه اللي توفى كان عاصي والمكرم كان عاصي، فتعدل القرار وسمي شارع الأخوين. بعد فترة طلع قرار بإصدار طابع بريدي بيحمل صورة واسم عاصي وأبطل بإصرار منصور. أساساً عاصي منه بحاجة لتكريم، موسيقته وشعره هني اللي بيكرموه وبتتوج هالتكريم أو لا، وهالتكريم بيتوج بمحبة الناس. بوفاة منصور وعيت وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الثقافة لأهمية فن الأخوين الرحباني، وروجت لمبادرة إدخال فنن بالمناهج التربوية. إنما صدر القرار بتشكيل لجنة لتخليد فن وأدب منصور الرحباني والعيلة الرحبانية بالمناهج والأنشطة التربوية، وأسقط اسم مؤسس هالمدرسة عاصي الرحباني من نص القرار، وهالإغفال ما أثار حفيظة أو استنكار حدا. إذا كان الهدف تكريم فن منصور الرحباني فألف مبروك، أما إذا كان الحكي عن مدرسة الأخوين الرحباني فاسمحوا لي، هيك قرار يعتبر إساءة لعاصي. صحيح ما حدا بالنهاية بيقدر يكله حقه لعاصي، بس كمان ما رح اسمح لحدا يستغيبه مين ما كان يكون. طالل من كتب المدارس وبده يخلق بقصص الأولاد، ورغم هيك في إصرار على تزوير هالتاريخ الفني يلي اسمه عاصي، وهالشي ما بينسكت عنه. إذا كانت الفئة يلي ورا هالغبن بتنتمي لنهار بالسنة، فن عاصي إلو كل أيام السنة. هيدا البيان اللي ما سمعوا بتصور هلأ بيسمعوا. ايه. كان كمان في أفكار حول قصة الشارع والطابع البريدي. هو منصور يعني ما ارتضى الا يكون باسم الاخوين. ايه ويمكن معه حق، يعني انه منصور حتى كان رافض انه
ينفصل هالشي. ليش هلا انه يكرم عاصي لحاله بعد وفاته ومنصور بعد ايه وفاته؟ هلا انا يمكن بشوف انه ما كان يعني معلش في شوارع باسامي ناس كتير يعني معلي ما كانوا خسروا لو حطوا شارع عاصي وشارع بعدين شارع منصور. منصور وشارع الأخوين، ويمكن لو سموا مسرحياتهم شو بعرفني أنا شوارع بأسامي المسرحيات، إنه بلد سائب إنه فيه هالناس، يعني ليش ما بكرمهم؟ ما عم نقول بس إنه مش يتاخد على جزء وعلى جزء آخر. يعني ليش وقتها ما حدا نقام؟ ليش وقتها رفض منصور انه يتسمى شارع عاصي الرحباني؟ ليش ما حدا وقتها قال شيء؟ طب ريما الرحباني، في كتير ناس عم بيفكروا انه من كلامك، رح يفكروا من كلامك انه هناك خلاف على الارث مثل ما ذكرت بعض وسائل الاعلام، انه هلا ريما بعد وفاة منصور الرحباني في اختلاف على ارث هلا منصور وعاصي. بده يضل يفكروا شيء يعني عم قلك، لانه اذا بحكي بده دائما يتفكر شيء. طب انه ما انا ما بحكي، إذا حكيت يعني ليش دايما بده يتفكر شيء؟ لا مش عاطل. هلأ، من خلال كلامك ذكرت وسائل الإعلام بعد وفاة هذا كمان منصور مشغول، هذا ما لأنه هذا فيروز ما إجي، هذا كمان مشغول، هذا من ضمن الشغل يعني إنه قاموا حملة. كلهم إنه يلا هذا قتال على الإرث. أي إرث؟ هات نشوف شو هو هالإرث اللي عم نتقاتل عليه. شو طلبت أنا؟ ما يحاول بيّن هلأ قريتي وين في إرث؟ شو عم طالب؟ شو بتفهمي منه للبيان؟ عم بعمل لك حديث هلا. ايه لا انا عم بسمعك. ايه لا ما عم بسألك شو بتفهمي منه بركي. لا بالحديث بالبيان ما في شيء له علاقة بالارث. طيب. بس ربطت لك اياها بانه عدم أنا حضور فيروز. هذا اللي صدر مني هذا فقط لا غير. وين ليش اعتبروه تيل على الارث؟ وين الارث ريما الرحباني؟ ارث منصور وعاصي الاخوين الرحباني عندك؟ شو عم تسأليني هلا؟ ايه لا عندي. ما عندكم الارث؟ الارث هو هالاعمال اللي عملوها. وحقوق هذه الاعمال مع مين؟ لمين؟ حقوق؟ نعم. الحقوق إلنا مفروض. الكون مين انتو؟ انه شو هو شو بالنهايه شو كيف كيف بت الارث كيف تعريف هو؟ الارث إيه؟ يعني هالاعمال كانت هو مسمى عبء باسم يعني هو منه ارث، هو عبء يعني. شو مفكرينه هالارث؟ انه بدك تحافظي عليه، انه هو حمل. من يحافظ على الارث الاخوين الرحباني؟ نحن مجبورين نحافظ عليه. مين انتو ريما؟ مين انتو؟ نحن مين انتو؟ هل رحابنا يعني؟ مين انتو؟ نحن اللي اولاد هذان الرحابينيين اولاد منصور وعاصي. انه عم تجتمعوا مجبورين نحافظ على هالارث. كيف بتحافظي عليه؟ بس ما هون كمان السؤال، كيف المحافظة على كيف المحافظة؟ تحافظي عليه مثل ما هو يعني، بس مش انه يعني ما بيجيك شيء منه ورا من ورا هالارث الا انك عندك هالحمل انك تحافظي عليه، تمنعيه من التشويه، تمنعيه من يتقدم بطريقه مش لايقه، ما تقبل يتحول مثل ما هلا دارج لدعايات ولا اعلانات مهما كانت الاغراءات الماديه. انه هيك بتحافظي على الارث؟ كيف بتحافظي عليه؟ وهالارث ما بيتفكك يعني. برجع بقلك هو الاخوين وفيروز اللي حملت بصوتها هالاعمال كلها لكل العالم وما زالت حملتها. شو ممكن يكون غير هيك يعني؟ انا الاشياء هيك بتترجم بالنسبه لي، ما بتترجم غير هيك. طب هل صحيح انه في دعاوى يعني متبادله من قبل اولاد عاصي واولاد منصور؟ متبادله لا مش صحيح، بس في دعاوى. في ايه؟ طيب رح نتوقف مع محطة غنائية لو سمحتي ريما الرحباني، وبعدها ننتقل لموجز الأخبار، وبعدها نتابع حوار فاتن. نتابع؟ نتابع يلا.